بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا زدنا من رضوانك ومن هدايتك، آمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار لنفسه العدوان. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. خاطر ما يغفرش لكل، خاطر انتم ما طلبتوش وما حرصتوش، خاطر كون حرصت يتقبل منك ويفرح بك وبتوبتك ويزيد يكرمك بقلب سيئاتك وخطاياك إلى محاسن وحسنات ما ترضى بغلالها في الدنيا والحياة البرزخية والآخرة. وينكم من الواقع متاع الرسالات؟ لرسالة، الرسالة هي يا ربي اختار لها من هو خير مؤهل لها، ولولا رحمته ما كانت رسالات. يجب يخلق ولا يعلم حد ولا ينذر حد، لكن الرسل الكرام باختيار الرحمن لهم عليهم السلام كانوا فعلا في عناء كبير من طرف هؤلاء المجرمين من صهاينة وبني بعمهم أهل الكرب والكروب. يعني المشاكل كلها موجودة مركزة على أرض الكرب. قولوا لي منين ليهم سيلتهم بالإسلام، بل سيلتهم بالتنفيق في استعمال الإسلام لأغراض سيئة خسيسة. هذا اللي خلاهم يعانيوا ويستحي باش يصدقوا في إيمانهم، إلا من أراد المولى الله يصبرهم. هؤلاء هم خير العرب، ومن كان سواهم من جنسهم هم أهل الكرب. نسأل الله الخروج من الورطة اللي هم فيها، لأنه أصابنا دخان حياة الرضا بالدنيا والجري وراء الجنس وراء الناشين وراء السلطان وراء المال. نسأل الله السلامة.